سيادتك سمعت الخطاب ده ازاي طبعاً. وكنت فين؟ طبعا ده خطاب تاريخي، يعني نقطة فاصلة في تطور نظام الحكم، مش بس نظام الحكم والحياة في مصر. بعد 30 سنة من حكم رئيس جمهورية بتنتهز المرحلة. الواحد طبعا توقف أمام عدة أمور وهو بيستمع إلى الخطاب، وأنا في بيتي مع أسرتي. أسأل سيادتك سؤال، أنت استمعت للخطاب ده أو للبيان ده كمواطن ولا كأستاذ دستوري، أم كنت جزء من هذا النظام الذي هذا البيان يعلن سقوطه؟ لا شوف، التالتة دي يعني موضوع كبير ممكن نتكلم فيه في السكة. طب خلينا في الأولى والتانية. إنما أولا كمواطن حسيت بأنه مرحلة من تاريخ البلد بتخلص، وده مرحلة جديدة. كنت سعيد كأستاذ جامعي؟ لا، كنت سعيد كمواطن؟ لم يكن هذا الأمر مفاجأة كاملة لي، وسبق قلت كده قبل كده. إنه يعني كان الطريقة اللي تم التعامل بها مع الثورة ومع المظاهرات إن في نهاية. في نهاية، في إرهاصات، في إرهاصات ممكن نتكلم عليها بالتفصيل، هنتكلم إذا رغبت. إنما الواحد بيتوقف أيضا أمام إن عمر سليمان هو بيتكلم، استخدم تعبير إن الرئيس يعني بينقل رغبته في التخلي عن التخلي. كلمة التخلي دي يعني كلمة جديدة. يعني الرئيس عبد الناصر لما عملها في 67 لها بصوته قال أتنحى، وبرضه ده مش تعبير دستوري. مش تعبير دستوري. انت التعبير الدستوري يا اما بتقول رئيس الدولة ايا كان بيستقيل من منصبه، او رئيس وزراء، او وزير يقدم استقالته، او يتنازل. غالبا في العرش الملوك يتنازل عن العرش، زي مثلا الوثيقة اللي مضاها الملك فاروق في 26 يوليو. الملاحظة الثالثة ان الرئيس مبارك في هذا البيان تجاوز الدستور. بمعنى الدستور كان فيه نص صريح على كيف يتم انتقال السلطة في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عجزه أيوة، أو عدم قدرته على ممارسة السلطة بأي شكل من الأشكال، خرج من الخدمة يعني. بالظبط، النص صريح انه تنتقل السلطه تلقائيا الى نائب رئيس الجمهوريه، ويتم الاعلان عن انتخابات جديده تجرى في خلال 60 يوم على الاقل. كويس. انت في الوقت ده يعني يوم 11 فبراير كان في نائب رئيس الجمهوريه السيد عمر سليمان. الرئيس مبارك لاسبابه لم يترك الدستور يطبق، وإنما فضل أن ينقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة خشية من الفوضى. أعتقد هو نظر إلى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رمز الجيش، رمز أعلى سلطة في القوات المسلحة المصرية. إن هو ده صمام الأمن والاستقرار في المجتمع والدولة. كان يخشى الفوضى، أعتقد كده. وأنت الخطبة، خطبه الثلاث خطب اللي قالها من منذ اندلاع المظاهرات كان حديثه دائما الخشية من الفوضى. وفي أحد الخطابات، أعتقد الخطاب الثاني، قال يعني إحنا أمام يعني التفضيل بين الاستقرار والفوضى. الارجح ان هو كان عنده طبعا معلومات دي ما كانتش سريه عن دور الاخوان، عن قوه الاخوان، عن الخشيه من تاثير قوتهم التنظيميه والعدديه والماليه، ان هم كانوا اذا جاز التعبير التنظيم الوحيد.
تنظيم بمعنى تنظيم له قيادة وتسلسل قيادي عنده هيراركية. عنده هيراركية. أغلب التحالفات الشبابية شباب مخلص متحمس، إنما ما حدش امتلك القدرات التنظيمية اللي ظهرت بعد كده. ده ظهر بعد كده بقى في الأيام والشهور التالية، في أيام الجمعة، إن لما الإخوان يعلنوا عن مليونية تطلع مظاهرات حاشدة. لما القوى الثورية تعلن عن مليونيات بالكاد عدد من الآلاف. وده اللي أظهر للإخوان إن القوى الثورية ليست بهذه القدرة على الحشد، وإن الحشد اللي حصل 25 أو جمعة الغضب أو جمعة النصر كانت لحظات بتعبر عن يعني زخم ثوري، زخم ثوري، فورة ثورية، فورة ثورية، لكن لم تكن تعبر عن قدرات تنظيمية مستدامة. لكنهم كانوا يخشون السلفيين. شوف تاريخيا، نرجع بقى شوية الفترة من 2000 ل 2010 اللي هي العقد الأخير. العقد الأخير كان في انتخابات برلمان 2000. ايوه. نجح فيها 17. صحيح. كان اسمهم مجموعة ال 17 من الإخوان. في هذه الفترة تزايد نشاط السلفيين. زاد في اسكندرية، في مرسى مطروح. وبدوا أنهم أكثر تشددا من الناحية الدينية. الإخوان أعتقد قدموا أنفسهم للنظام وللأجهزة الأمنية أنهم البديل الأكثر اعتدالا والبديل الذي يمكن التعاون معه. وربما ده يفسر أن بقى في انتخابات 2005 خدوا أكثر من 90، أعتقد في الجولة الأولى 88 مقعد. مظبوط. يعني طبعا لابد أن ده حدث في إطار معرفة الدولة وسماح الدولة بذلك. معرفة الدولة وسماح الدولة الإخوان ياخدوا تلت البرلمان. شو بقى التلت الربع دي معلومات. لكن الواقعة نفسها لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث إلا بمعرفة أجهزة الدولة وغض البصر عنها. يعني ده بدليل ودي بقى يعني أقدر أقول معلومات. هي الجولة الأولى والثانية حدث فيها الاكتساح ده. الجولة الثالثة لا، أغلقت النوافذ والأبواب. يعني عندما بقى تحركت أجهزة الدولة في الاتجاه الآخر وخشت على أغلبيتها، توقف هذا المد. لو كانت الجولة الثالثة مشيت بنفس الوتيرة كان ممكن الاغلبيه تذهب، كان خدوا التلت المعطل على الاقل. مظبوط. لا شك في هذا. ده بيرجح اصحاب نظريه المؤامره ان كانت هناك صفقه بين الاخوان والنظام وما سلم في الحزب الوطني. تفضل. كلمه مؤامره لا، انا بحب استخدمها بشكل دقيق. تفضل. ما بتفرطش فيها يعني. ما بفرط لكن هقول كان في صفقه. صفقه. انما الصفقه، وانا كنت عضو هيئه مكتب الحزب الوطني، هقول لك معلومات. تفضل. لم يحدث في اي اجتماع انا حضرته او سمعت عنه عن اي صفقه بين الحزب الوطني والاخوان. بل يعني انا اذكر جيدا، انا في مره راجع بيتي ففوجئت كده بالسيف والمصحف و إن ينصركم الله. شعار الإخوان. ورجعت في أحد اجتماعات هيئة مكتب الحزب، قلت لهم يا إخواننا، أنا قبل ما أكون بشتغل معكم في الحزب أنا أستاذ علوم سياسية. لا يمكن إن مرشح للإخوان يعمل هذه الإعلانات دون تنسيق مع الدولة.
وانا هنا في الحزب ما حدش قال لي هذا الكلام. رحت انا كاتب ده في تصريح صرحت قلت لا توجد صفقه بين الحزب الوطني والاخوان. بمناسبه ايه؟ رد عليا الشيخ مهدي عاكف المرشد العام بالنص. الكلام ده كله موجود في الشروق. اتفضل. رد قال ايه؟ قال يعني هذا النوع من الاتصالات بيتم على مستوى اعلى من الدكتور علي الدين هلال. فانا مصدق ان الدكتور علي الدين هلال بيقول انه لا يعلم، بس السبب ان الاتصالات اعلى اعلم. فهو اعلى تنظيميا او اعلى جهات اعلى فهمت انت ايه بقى من هذا التصريح او من هذا الرد؟ شوف بص، وهو دلوقتي انت بتتكلم او قريت مذكرات ناس الى اخره. اول حاجه يعني هناك من يرى ان في هذه اللحظه اراد النظام احتواء الاخوان، وده رأي موجود في الوثائق الامريكيه في تقارير السفاره الامريكيه اللي انكشفت بالذات في الويكيليكس، ان النظام بيسعى الى احتواء الاخوان من خلال السماح لهم بدرجه من التمثيل. وايضا اراد انه يضرب بيهم السلفيين. ماشي. كان في راي تاني ان النظام مع توتر علاقاته مع امريكا اراد يقول انا او الاخوان، اما النظام الحالي بقدر من الليبرالية السياسية من التعددية السياسية او اخوان. رسالة. انا لا شبهة عندي ان كان في تفاهم مع مين ما اقدرش احدد، انما باليقين كان رئيس الدولة على معرفة بهذا، وكانت الاجهزة الامنية على معرفة بهذا. ولا اريد ان انا اضخم من دور الحزب الوطني في هذا الامر. بمعنى الحزب انه خارج هذه الصفقة؟ الحزب الوطني، وده ينطبق على كل التنظيمات السياسية اللي بعد 52. وانا يعني عايز اكون رقيق في كلماتي. كانت ادوات في يد الدولة. طبعا ممكن تأثر على الدولة في حاجة معينة، لكن لم تمتلك ابدا سلطة حقيقية. السلطة الحقيقية ده واضح جدا في ذهني. رئاسة الدولة والاجهزة المحيطة بها. يعني كل الهيئات الاخرى بتعمل في هذا السياق بما فيها الحزب، بفعل البرلمان، بفعل الحكومة. يعني ما عندهاش استقلالية تقوم بعملية ضخمة زي دي ومؤثرة زي دي. هذا لا يمنع ان ممكن جدا الحزب فيه اشخاص اخوياء. يعني معنى ايه؟ مش قوته من ان هو في الحزب، لا، قوته من ان مثلا وزير اعلام سيد صفوت الشريف، وزير شؤون رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي. يعني هم اقوياء مش بمكانتهم بدورهم في الحزب، انما اقوياء في السلطه. في السلطه. عايز بقى اشوف بس عشان اريح. في مصر منذ ان بدات المجالس النيابيه من 1866 سمو، وانا ليه بحث في هذا، سمو السلطه التنفيذيه على اي سلطه اخرى، سواء السلطه التشريعيه او احزاب سياسيه. طيب خلينا ننظم ورقنا ونرتب الكتشينه كويس. اتفضل. رقم واحد، انت قلت ان النظام بيدي رساله للامريكان انا ام الاخوان. بس الحقيقي الثابت من كتير من الاقاويل والمذكرات والمكاتبات، ومنها حوار اخير اجريته مع الدكتور حسام بدراوي، ان الامريكان كانوا يدعمون الاخوان، وكانوا يدعمون الاخوان كبديلا للنظام. شوف بص، دي مساله محل اختلاف
وعايز اقول يعني سواء الدكتور حسام بيقوله او اللي انا بقوله ده، دي شهادتي على ما حضرته وما شفت ما استمعت اليه. مظبوط. لكن لا اعتقد لا الدكتور حسام ولا انا ولا اي حد هتقابله هيزعم ان دي مش هيمتلك الحقيقه الصوره. يعني انا هقول لك اللي انا شفته. اتفضل. انما ماذا كان يدور في اروقه الحكومه؟ ما اعرفش انا ماذا كان يدور في امن الدوله؟ ماذا يدور في مخابرات العامه؟ ما اعرفش. وبالتاكيد كان يدور فيها اشياء جاده. يعني دي هذه الهيئات هي، وانا بقول اللي هقوله ده كعباره علميه، دي اجهزه الدوله العميقه. يعني يذهب الوزراء وياتون، تذهب الاحزاب وتاتي، تذهب الحكومات وتاتي، لكن هذه الاجهزه هي عماد اركان الدوله. وكيليكس ما قالتش او ما ادتش اشارات ان هناك اتفاقات اخوانيه امريكيه؟ قالت شوف بص، المؤكد عندنا، وهقول لك يعني اللي اتكلموا في دي، يعني عندنا مثلا مذكرات الوزير نبيل فهمي، وكمان الخطيره مذكرات السفير احمد ابو الغيط، هو صحيح. وزير خارجيه وامين عام الجامعه العربيه، بيتكلموا على انه من 2005 بعد انتخابات مجلس بعد ال 88 مقعد، بدا النواب دول يدعوا الى السفاره الامريكيه. ايوه. واثار هذا قلقا بالغا لدى اجهزه الدوله المصريه. وانه سئل الامريكان تعزمون بصوتكم ايه؟ قال بصوا اعضاء برلمان. نحن لا نميز، نحن لا ندعوهم باعتبارهم ممثلي لاي حزب من الاحزاب. احنا بندعوهم كاعضاء في البرلمان. لكن ودعوا الى مؤتمرات في واشنطن. ورصدت الأجهزة المصرية اتصالات بيهم ومناقشات معاهم، ودوت زاد من قلق الأجهزة المصرية إن الأمريكان قد ينظروا إلى الإخوان كبديل. أنا رأيي ده تحقق في 2011 وتحقق علنا، تحقق في التصريح الشهير لهيلاري كلينتون اعتقد شهر مايو او يونيو قبل الانتخابات البرلمانيه في مصر، لما سئلت هل تمانع امريكا في وصول الاخوان المسلمين او اي حزب اسلامي الى السلطه؟ لا، امريكا لا تمانع بشرط انهم يصلوا الى الحكم بطريقه ديمقراطيه. وكان هي دي الضوء الاخضر. ايوه. لانطلاقة الإخوان في مصر. قبلها كان في إرهاصات. العشر سنين ما بين 2000 و2010 بدأت تنشر مراكز البحوث والفكر الاستراتيجي الأمريكي. وفيها مراكز، مش مجرد مراكز، قريبة الصلة جدا بالدولة الأمريكية. يعني مثلا لو ناخد حضرتك مؤسسة راند اللي هي في لوس أنجلوس، لو ناخد بروكينجز اللي هي في واشنطن، بدأوا يطلعوا دراسات وكتب عما اسموه الإسلام الليبرالي، الإسلام الديمقراطي، الإسلام المعتدل. ماذا كانت الرسالة؟ يا أخوانا، الإسلام ده مش صورته إيران، يعني هذه الصورة من الأمريكية يعني المتطرفة واللي بتدعو إلى العنف وبتدعو إلى نشر الثورة وبتدعو إلى معاداة الإمبريالية وإن الشيطان الأكبر، هذه ليست الصورة الوحيدة عن الإسلام والتظاهرات الإسلامية. بالعكس، ده هذه القوى قوى صديقة لنا، وأعادت إلى إذهان، أعادت إلى الإذهان مؤتمر شهير كان دعا إليه دالاس، جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية في عام 53، جمع فيه جميع التنظيمات وسافر إليه من مصر، كان وقتها
سعيد رمضان. المؤتمر ده كان على ايه؟ سعيد رمضان ده ابو طارق رمضان، ده محفظة الاخوان. ايه المؤتمر ده؟ كيف تتعاون امريكا مع الاحزاب والقوى الاسلامية في محاربة الشيوعية؟ استخدام اللي هو يعني تمثل بعد كده في استخدام نفس القوى دي في حرب افغانستان. جدا. والمجاهدين يعني تحت الطلب، يعني المجاهدين يعني كان نشاط منسق ممول. نبيل المخابرات الأمريكية والباكستانية والسعودية. يعني سيادتك عايز تذهب إلى أن الإخوان مش لفتوا الأنظار، لا ده كانوا تحت المنظار الاثنين بالضبط كده. لذلك هتلاقي حضرتك بقى أول ما صعد نجمهم بعد 11 على طول بعث إلى واشنطن. لو أنا مش غلطان كان ذهب وفد من الإخوان إلى واشنطن. كانت إيه يعني؟ عايزين برضو نقول كلام واضح جدا. يعني من متابعة السياسة الخارجية الأمريكية، أمريكا لا تهتم من بعيد أو قريب بشكل النظام السياسي في مصر. لا تهتم؟ لا تهتم، ولا اصبر علي، ولا بشخص من يحكم مصر. كمان؟ اللي هيحمها لصالحها. مصالحها. أو مصالح الصديق الإسرائيلي. ولا وتحديدا موقفك من إسرائيل؟ الاتفاقيات. عشان كده مرسي تأكد ألف مرة أنه محترم الاتفاقيات. بالظبط كده. يعني بينما كان يدعو الدكتور مرسي في وقت المعارضة في عهد مبارك إلغاء الاتفاقية واتفاقية وحديث القردة والخنازير. لا انت لما وصلت الحكم لا مش عايز. اتنين، المصالح الاقتصادية الامريكية وانك تتبع نظام السوق. ثلاثة، شكل من اشكال التعددية السياسية. والثلاثة دول الإخوان في الفترة بقى مايو يونيو يوليو أغسطس قبل الانتخابات البرلمانية وفروها للأمريكان. 2010 قبل الانتخابات البرلمانية بتاع 2010. مظبوط. وبالتالي الأمريكان لم يكن لديهم مانع. طب هو الأمريكان بقى يعني موضوع إيه الفكرة دي؟ انه بيقول بقى احنا خلاص كفاية بقى نظم ملكية وراثية او نظم عسكرية وضباط. في هذا الوقت الفكرة السائدة آن الأوان ان نتجاوز هذه الثنائية ما بين نظم ملكية وبين نظم عسكرية، يبقى فيه نظم بين هلالين منتخبة ويستوصدها أحزاب بين هلالين الإسلام الديمقراطي أو كذا. وعايز أقول أنه لفترة بدأ أن هذه استراتيجية ناجحة. يعني بص كده حضرتك على ساعة على 11-12 المغرب حزب إسلام، تونس حزب إسلام، ليبيا حزب إسلام، الأردن حزب إسلام، العراق حزب إسلام، مظبوط، اليمن السودان. الله، لا يعني وهيبقى عندك بقى أحزاب منتخبة، حكومات منتخبة تدعي الديمقراطية، في نفس الوقت لا تهدد إسرائيل ولا تهدد. يعملوا إيه بقى لشعوبهم؟ يلبسوهم ايه؟ ياكلوهم ايه؟ هم حرين فيهم. وبعدين بقى ده احترام اراده الشعوب في اختيار يعني عندك بقى الشعارات، الصياغات الشعارات اللي تبرر هذا الكلام او تنعش مراكز الفكر الامريكي. عظيم جدا. لكن وده السؤال هتركه للاجابه عليه بعد الفاصل، هل صحيح ان الاخوان دعموا ووراثه جمال مبارك للحكم؟ نخرج لفاصل ونعود لنواصل. We'll be right back.
دكتور، يعني آخر شهادة أنا سمعتها أن الإخوان وسطوا الدكتور حسام بدراوي للتواصل مع الأستاذ جمال على اعتبار أن هم يدعموا مقابل مساحة الحرية اللي هم عايزين. الكلام ده في 2004، وأنا نشرت في مجلة المصور ما يسمى بالصفقة، ماشي، وكان في متورط فيها أو مش متورط فيها، كان الوسيط فيها ثلاثة من رجال الأعمال اللي هم بيسموها تويز، اللي هم لهم قناتين، قناة هنا وقناة هنا، ومعروفين ويومها ومعروفين بالاسم، وثبت بعد ثورة 30 يونيو انهم اخوان وسجنوا على انهم اخوان كمان، يعني الثلاثة دولت. وكان الاتصال بين وزرائهم ورجال الاعمال في الحزب الوطني، فكان الشكل العام ان رجال الاعمال بيقعدوا مع بعض، لكن الخلاصة يمكن هذا مقابل هذا. تفضل. شوف حضرتك، يعني موضوع الوراثة والتوريث موضوع يكثر الكلام فيه. أنا هقول شهادتي. يعني أنا أذكر في عام واحد أو اتنين تقريبا كده، يعني 2001 2002 في حديث كنت وقتها وزير الشباب، وفي حديث مع الرئيس مبارك، حديث تليفوني مع الرئيس مبارك، فقال يا دكتور علي انت راجل فاهم، اللي يحصل في سوريا ما يحصلش في مصر. اللي يحصل في سوريا ما يحصلش في مصر. اذكر ايضا في هذه الفترة في لقاء بين الرئيس وطلبة الكلية الحربية او ضباط في الكلية الحربية، انه برضه قال يعني في كلام عن كذا كذا، وانا ابن القوات المسلحة. وأنا ابن القوات المسلحة. أنا شخصيا لم أحضر أي اجتماع، لم يصل إلى سمعي حدوث أي اجتماع نخش فيه موضوع التوريث. اللي أقدر ألاحظه كباحث إن على 9/10/2010 لم يكن الرئيس مبارك ينكر هذا الموضوع بنفس القوة التي كان ينكرها في عام 2001 2002 2003. يعني حتى في مقابلة صحفية شهيرة له مع صحفي اسمه روز، والرجل سأله من سوف يخلفك، فقال ما معنى بعد كلام، قال له الله أعلم، أنا لا أعرف من سوف يخلفني بعد كده. ده كان في مؤتمر صحفي في إيطاليا. كان سؤال علني. لا قوله علني طبعا. يعني حتى تركها مفتوحة، ترك الأقواس مفتوحة، فبدا الأمر غريب شوية لأن في دستور بينظم ده. مظبوط كده. وبرضه كان في سؤال تاني، يعني هو إيه طموح نجلك أو شيء من هذا القبيل؟ فقال اسألوه. يعني كان بقى في نوع من الالتباس. وانا اعتقد ان النظام اخطأ خطأ بالغا في عدم حسم هذا الموضوع مبكرا بغض النظر عن الحقيقة. وانت كده بتدفعني ان اقول اتكلم على موضوع حصل في اكتوبر 2010. عايزين نتذكر حاجة، وانا بقول كده بكل الاريحية والصراحة، قبل 11 وبعد 11 رئيس الجمهورية في مصر هو محور نظام الحكم، سلو بلدنا يعني، هو العمود الفقري للنظام الحكم في مصر، هو الترس الرئيسي اللي لما يتحرك تتحرك كل الدروس الأخرى، المحرك القاطرة. القاطرة إذا اهتزت القاطرة أو إذا بدأ إن في خلل ما في القاطرة تهتز الدولة والمجتمع. متى اهتز المزاج؟ أنا هقول لحضرتك أهو، أنا هقول لك واقعة معاك. يعني أنت لما ترجع أنت لفترة أغسطس سبتمبر
النصف الأول من أكتوبر الطريق إلى الرئاسة، هل سوف يعيد الرئيس حسني مبارك ترشيح نفسه أم لا؟ من هم المرشحون الآخرون؟ من سوف يرشح نفسه؟ وكانت الإجابات الرسمية يقال والله هذا حق الرئيس، إذا أراد أن يعيد ترشيح نفسه فليفعل، إذا قرر لا فنحن لا نستطيع أن نتدخل في إرادة أو رغبة الرئيس. هذه كانت التصريحات الرسمية في هذا الوقت. أنا على نص أكتوبر حسيت إن في حاجة غلط، إن اهتزاز الرمز ففي يوم 21 أكتوبر 2010 مش فاكر كانت قناة ايه قالوا ايه، قلت لهم سوف يرشح الرئيس حسني مبارك نفسه رئيسا للجمهورية الفترة القادمة. سيادتك قلت كده من تلقائياتك ولا قلت؟ من تلقائياتي. ولا رسالة؟ تلقائياتي. تلقائياتك. انا فعلت هذا بوعز من عندي إن انا شايف في حاجة غلط، عدم الاعلان اي كانت الاسباب يعني انا ماليش دعوة ليه حدث هذا التأخر، انما عدم الاعلان عن، ولو الاخوه معاك المعدين يرجعوا لوحده شوف هتلاقي بقى تناقلت هذا الحديث عشرات عشرات كلها كانت متشوقه لهذا الكلام، ان حد يرسم الامر في هذا يعني. لم اتصل بي بقى تاني او تالت يوم الاستاذ صفوت الشريف يعني فيما يشبه العتاب المهذب. قال لي انت ليه حسمت هذا الموضوع؟ فانا رديت عليه برضه رد كده دبلوماسي، انا ما حسمتش وانا مش من حقي احسم، انما انا قلت ان الرئيس سوف يرشح وانا لا اتحدث باسم الرئاسه ولا باسم الحزب برضه. وما قلتش ده قرار بس انا بقول بقى حضرتك بتقول الوراثه مش الوراثه وده درس من الدروس. ما كانت رئيس الدوله رئيس اساسيه بس يعني صفوت الشريف كان وما زال. صفوت الشريف هنا كان بيكلمك في موقع من موقع حزبي وكان في مجلس الشورى وما الى ذلك. الجناح الاخر، جناح التجديد في الحزب او جناح الشباب في الحزب اللي هو احمد عز، جمال مبارك، محمد كمال، المجموعه دي، ما حدش كلمك على التصريح ده نهائي خالص؟ نهائي خالص. طب المكتب الرئاسي ما كلمكش؟ نهائي. الوحيد الذي حدثني هو الاستاذ صفوت الشريف. كان بيعاتبك ولا عايز يعرف مصدر التصريح؟ لا والله انا قلت لا بقدرش، مش عايز يعني مش عايز اقول حاجه مش متاكد لكن يعني كان قلت لك بيعاتبني بس بشكل مهذب جدا. ايه اللي خلاني اقول حاجه زي كده؟ طب ما انا خليني اسال سيادتك سؤال، فكره الحرس الجديد والحرس القديم في الحزب كانت ظاهره للعيان بما يشي ان هناك ترشيح لجمال مبارك؟ شوف بص انا عايز اعرف لغز جمال من وجهه نظرك ايه؟ ايه؟ لغز جمال ده من وجهه نظرك ايه؟ لا 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 يعني هتكلم على موضوع الاصلاحيين وكذا. اتفضل. الكلام ده بيرجع الى عام 2000 2001 2002. وعشان نستذكر التاريخ، الاول طرح فكره، اتكتب ده في الجرايد المصريه، ان جمال مبارك بيفكر في انشاء حزب معارض اسمه حزب المستقبل اهو، وكان مع ايمن نور. بعد كده يبدو بقى يعني في دولة يبدو انه الدولة اجهزة الدولة لم تستسخ هذه الفكرة. ازاي يبقى ابن رئيس الجمهورية معارض لأولده؟ مش معارض مظبوط، وانك مهما جبت حلفت على القرآن وعلى الانجيل هيقول لك دي لعبة بين رئيس الدولة وابنه، ما هي برضه غريبة شوية. طب ويبدو ان ده كان الرأي الأكثر إقناع. طيب إذا كنت أنت عندك أفكار إصلاحية أو أفكار تجديدية، طب ما تيجي اعملها من جوه الحزب.
كاحتواء للفكرة. أه. وإذا كان فيها خير. أهلا. أهلا وسهلا. تشكلت لأول مرة أمانة جديدة اسمها أمانة السياسات. لم يكن لها وجود من قبل في الحزب. واللي تولاها جمال مبارك. الأمانة دي كانت وظيفتها يعني طرح سياسات وأفكار جديدة. يعني ممكن نقول هي أصبحت العقل السياسي للحزب. للحزب وللدولة. ونستطيع نقول إن كل القوانين اللي فيها تجديد أو تغيير صدرت من هذا من قوانين البنوك وسوق المال والبورصة اللي أنت عايزه. وتطوير طريقة الانتخاب والتعزجاجية كل ده نشأ في مطبخ أمانة السياسات. أنا لم أكن عضوا في الأمانة لكن كنت بأدعى إلى بعض الاجتماعات مش لا اجتماعات الأمانة مش هأحضرها. بأدعى إلى في بعض الأحيان في بعض جلسات المناقشة أحضرها والأرجح وصل أستاذ علوم سياسية. يعني أنا أذكر لما نوقش موضوع المرأة كيف نزيد تمثيل المرأة دعيت لهذا الاجتماع. كنت مش بس بقى حزبيين ناس من خارج الحزب كانوا كلهم موجودين. كنت بقول على الاجتماع الكبير اللي هو يعني مجلس السياسات أو المجلس الأعلى للسياسات لا تدع فيه اللي هو في حوالي 200 واحد أو شيء من هذا القبيل. هل كان لأمانة السياسات دور وأنا رأيي دور كويس إيجابي في تجديد وعمل يعني حيوية في الحزب وفي السياسات المختلفة للدولة وفي تطوير السياسات الاقتصادية منع الاحتكار كذا. ممكن بقى نختفق أو نختلف حول مضمون القوانين الجديدة لكن فكرة التغيير المراجعة إعادة النظر أيوه بس كان دي كانت توطئة سياسية مع هذا كان بقى أمين السياسات يعني ممكن يعمل رحلات يرافقه بعض الوزراء التقى لقاءات مع الجماهير أو مع قطاعات من الحزب لمناقشة قضايا معينة إلى آخره. أنا ما أقدرش أتكلم في نوايا الناس اللي أنا أقول لك كده بالنسبة لي هل أنا حد تحدثت مع أحد حد حدثني موضوع التوريث؟ لا. طيب حديث التوريث أثر على سلطة الرئيس أو على مكانة الرئيس؟ رأيي آه. هل رأيي هو جزء اللي أنا قلت عليه اهتزاز الصورة هل يعني حكاية إن يبقى عندك رئيس ويشاع إن هو مش هيبقى رئيس كمان شوية؟ لا. إذا قرر الرئيس إنه لأي سبب إنه لا يرغب يقال هذا علنا. طب خليني أذهب لفكرة إن الرئيس مبارك حسب وصف الأستاذ هيكل لسلطة شاخت في مواقعها وكان عنده أكتر من فرصة للتناحي وبشكل كريم جدا. هل تتفق مع هذا القول؟ شو بص الأستاذ هيكل كان خصم سياسي لحسني مبارك. ايوه وبالتالي هو تقييم من خصم سياسي لرئيس دولة. ناخد الجانب الموضوعي هل سلطة شاخت الإجابة نعم. ان تبقى في الحكم 30 سنة موضوع يحتاج الى مراجعة. وده درس برضو للحاضر والمستقبل. كويس. يعني اي سلطة اي تكوين سياسي عندما يستمر في الحكم 3 عقود يعني لم يعد هناك فكر جديد الأشخاص استهلكوا إذا في شيء غلط لن تتاح فرصة المراجعة والنقد. هل الرئيس مبارك انتوى التنحي فعلا قبل هذا الذي حدث؟ يعني مثلا في وقعة مرضه ذهابه لألمانيا في وقعة وفاة حفيده الذي كان مرتبط به روحيا وإنسانيا مش دي كلها محطات كان في كلام في هذا السياق وأضف إلى هذا سنه وسنه لا أعرف يعني سقوطه في مجلس الشعب لو لا أستطيع أن أنا أتحدث يعني في نوايا الناس
إنما يعني ما أنت تنبأت برهصات، كان في رهصات، كان في يعني شوف بص، كان اللحظة المثالية اللي هو عايز لو عايز يتنحى أو ينهي حياته السياسية عقب عودته من ألمانيا. بعد عودته من ألمانيا يعني شعور جارف بالتعاطف معاه بما تعرض له، إنما هو ما عملش كده. ماذا كان يدور في ذهنه أنا لا أعلم. أنا بتكلم على قبل 2010 و2011. إحنا ما عندناش يا أستاذ حمدي في بلادنا، في تاريخ بلادنا لغاية 2011 رئيس جمهورية يتنحى يسيب السلطة. ما عندناش يعني الرئيس عبد الناصر ظل في الحكم حتى توفى، الرئيس السادات فضل الحكم حتى تم اغتياله، الرئيس مبارك حتى حدث ما حدث. ما عندناش في تاريخنا في العهد الجمهوري لغاية 2011 ما عندناش رئيس سابق. هل كان الرئيس مبارك هيكسر هذه القاعدة؟ لا أعلم. لا تعلم كعلم كمعلومة. انت سيادتك كنت بعيد للدرجة دي؟ لا العكس، العكس، او ان ده كموضوع كان مقفول. انا زي ما قلت قلب السلطة في مصر، المفاعل، قلب المفاعل ده رئيس الجمهورية ومجموعة من المحيطين به. الحقيقة الحلقة الجاية فيها مجموعة من الأسرار مهمة. هل أبلغ الدكتور علي الدين هلال النائب العام للتحقيق معه بعد ثورة 25؟ الأمر الثاني المهم جدا جدا، قراءته شخصيا لفترة حكم الإخوان، وهل تسرع الإخوان في اختطاف الثمرة الناضجة أو الساقطة؟ هل الإخوان كانوا سيعمرون طويلا؟ الأمر المهم جدا ثورة 30 يونيو، وما أدراك ثورة 30 يونيو؟ استرداد مصر من براسم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وداعميه من الأمريكان. غدا حلقة جديدة وأسرار جديدة عن لحظة التنحي 11 فبراير 2011.